حكاية حصلت في أسوان، ومين ما يحبش أسوان وأهل أسوان. في قرية في أسوان، القرية يعني بقت نساء فقط، نساء معيلات، نساء مصريات، يعني نموذج مشرف في الكفاح. السيدة المصرية اللي موجودة في هذه القرية اللي بيتم تطويرها وتمكين السيدات فيها اجتماعيا واقتصاديا. خلونا نسمع أكتر ونعرف عن هذه القرية من لواء أشرف عطية محافظ أسوان. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وعايزة أعرف أكتر عن هذه القرية اللي موجودة في أسوان، أعتقد في وادي الصعايدة. القرية بقت كلها نساء، تم تطوير القرية ضمن مشروع حياة كريمة أعتقد، وتوفير مشاريع للنساء هناك. لو تحكي لي أكتر عن هذه القرية. اولا طبعا تحياتي لحضرتك استاذه هدير وكل المشاهدين. عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعا توجيهات سياده الرئيس لتحقيق وتمكين الوضع المعيشي للمراه في كافه المجالات الحياتيه، وده ضمن اهداف التنميه المستدامه ان شاء الله وتحقيق رؤيه 2030. فعايز اقول لحضرتك ان هذه القريه من البدايه خالص كانت فكره، والفكرة دي كان اشتغل عليها طبعا من البداية خالص وزارة الزراعة. وعايزين نقول لحضرتك ان في النهاية المحافظة هي اللي تولت المسؤولية كاملة لهذه القرية. هذه القرية كانت تم انشائها وتم تفعيلها للسيدات المطلقات والمطلقات والارامل بشكل عام. وتم تخصيصها، وكانت كل سيدة من السيدات بتاخد يعني كانت بتاخد منزل، وكانت بتاخد معاه كمان عدد من الافدنه باجمالي حوالي 18,818 فدان ل 303 اسره، بواقع ان كل اسره اخذت بالضبط 6 فدان يعني. وكانت طبعا ده كان النموذج الوحيد على مستوى الجمهوريه. دي قريه السماحه في وادي الصعيد. دي قرية السماحة في وادي الصعيدة التابعة لمركز ومدينة إدفو. عايز أقول إن السيدات فعلا يعني لما بيتحملوا المسؤولية بيكونوا على أعلى مستوى وبيحققوا نتائج مذهلة وعالية جدا، وإحنا طبعا مش سايبينهم ودايما معاهم في كافة المشروعات الخدمية اللي بتتقدم ليهم. عملنا لهم طبعا مشروعات من خلال برامج كثيرة جدا، منهم برنامج للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، بالاضافه لبرنامج مشروع كتابة لوزاره التنميه المحليه. ووفرنا لهم معدات، ووفرنا لهم ان هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم في كافه الانشطه. يمكن احنا عندنا تواصل معاهم، يمكن كان اخر اجتماع موجود معاهم يوم 11 الشهر اللي احنا فيه دلوقتي، وفي تكليف من وحده تكافؤ الفرص ومن السيده مديره يعني وحده السكان بالمحافظه، موجوده معاهم تعتبر بشكل مستديم. في نفس الوقت عندنا المبادرات الكثيره، منهم اهم مبادره موجوده في اسوان احنا انشاناها من بدايه فتره كورونا. هذه المبادره مش سايباهم خالص، اسمها الناس لبعضهم، بالاضافه للمجتمع المدني ومؤسسات كثيره جدا موجودين معاهم في كافه المناسبات، الاعياد، في شهر رمضان موجودين معاهم بالمواد الغذائيه، في الاعياد بنوديهم طبعا لحوم الاضاحي، عاملين معاهم دائما وابدا جلسات حواريه متنوعه للوقوف على كافه احتياجاتهم. ولكن والى اي مدى سياده اللواء هذا المجتمع النسائي الزراعي بشكل كبير، يعني معظم المشاريع مشاريع زراعيه زي ما حضرتك كنت بتتكلم، الى اي مدى قدروا انهم يثبتوا انهم قد هذه المسؤوليه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان المراه الاسوانيه ليها مواصفات خاصه شويه، يعني يمكن هي العمود الفقري للمنزل، وهي الاساس، وهي اللي بتعمل الاسره، يمكن طبعا على مستوى الدوله المصريه لكن احنا عندنا في اسوان ليهم طبيعه خاصه، عندهم الجلد والصبر والنجاح، دايما حابين قوي النجاح، بيحبوا يثبتوا طبعا نفسهم، بيشتغلوا في كافه المنتجات اليدويه، وده بيخلينا نساعد معاهم على ان احنا بنسوق لهم منتجاتهم.
بالتالي برضه بنسوق لهم من المنتجات الزراعيه الخاصه بيهم، بنساعدهم في كافه المجالات وناجحين. وبس كان طبعا لما نيجي نشوف المشكله بتاعتهم كانت مشكله خاصه بالمياه الجوفيه، فمع دخول حياه كريمه صحيح شفت ده بنفسي. انا رحت وادي الصعيده مع التلفزيون المصري وشفت مساله يعني البيوت اللي دخلت والصرف الصحي اللي يعني حياه كريمه اشتغلت فيه. انا عايز اقول لحضرتك فعلا دي نقله طبعا كبيره، لان دي مبادره ما بتحصلش في العالم، وهي حصلت فعلا في الدوله المصريه، ودي مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه، كلنا مهتمين بالعمل عليها. عايز اقول ان اللي بيحصل داخل هذه القريه طبعا ضمن القرى كلها اللي موجوده في حياه كريمه، صحيح، ولكن بالشكل اللي احنا شايفينه داخل هذه القريه، لا شيء جميل جدا لما تشوفي حضرتك مجمع للمدارس 15 فصل للتعليم الاساسي من اول حضانه لاعدادي، مع تطبيق الترع، مع الـ مع الـ مع الصرف الصحي والمياه. وبرضه بنقول كمان ان احنا الحمد لله يعني مع التركيز في حياه كريمه والتاكيد على ان احنا ننجح هذه المبادره، كمان دخول برضو الغاز الطبيعي لهذه القريه صحيح. ان شاء الله هيبقى فعلا في القريب العاجل، يمكن هم ما يعرفوش، لكن الحمد لله احنا نجحنا خلال اليومين السابقين لقريه السماح طبعا وده هيتم طبعا لكافه القرى، بس احنا بنتكلم عن قريه السماحه دلوقتي. ولكن بنقول ان مع دخول كمان الغاز الطبيعي للقريه هنشوف نقله حضاريه وطفره غير مسبوقه في هذه القريه، بالاضافه طبعا ان احنا مهتمين نبعت لهم القوافل الطبيه والامصال والادويه، لان احنا طبعا بيبقى ممكن اي موقف طارئ يحصل معاهم زي ما احنا متعودين في الاماكن الريفيه. ولكن عايز اطمن حضرتك واطمن المشاهدين ان احنا عندنا هذه القريه نموذج يحتذى به على مستوى القرى في جميع يعني المحافظات. ست اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.